واش تقدر تقول لنا شنو نوع ديال الاصلاحات، ولا شنو اللي يقدر اللي غتمس هاد الاصلاحات؟ كنعتقد ربما غيكون في سلك الماستر اصلاحات متعلقه. هو اليوم الحديث اليوم اولا بعد عن سلك الاجازه الاساسيه، ونتحدث مع اصلاح الاجازه الاساسيه باعتبارها هي البوابه. اليوم يعني اي مع اخر، فكيف هذه التكوينات او العرض التربوي والبيداغوجي يجب ان يتكيف مع التحولات التي نتحدث عنها. صح. ولهذا تم ادماج ما يسمى بالمهارات اللغويه والمهارات العملية او ما يسمى بالحياتيه من اجل ان تكون داخل ضمن التكوين النظري. مع اخر الاجازات الاساسيه اليوم هي تركز بشكل كبير جدا على التكوين النظري، والتكوين النظري لا يكفي لوحده، يجب ان يكون منسجما او متعاضدا وايضا متوازيا مع التكوين المهاراتي واللغوي. مثلا على سبيل المثال، اذا كنا نكون طلبه في الحقوق او في القانون او في الفلسفه او في علم الاجتماع او في علم النفس لا يتقنون اللغات الاخرى، اللغات الحيه، ولا يتواصلون بها، فاذا هذا التكوين يكون على سبيل المثال ضعيف وفيه غبش، ويؤهل الطالب للاندماج ايضا في الجامعات العالميه اذا اراد ان يتابع في سوق الشغل. نعم. نحن اليوم نحن في عالم معولم، اللغات الحيه هي الان تهيمن، بعض الاحيان نحتاج الى لغات متعدده، وهذا مساله. ثم المهارات خصوصا في ما يسمى بتقنيات التواصل الحديثه والتكنولوجيا والتكنولوجيا الرقميه والذكاء الاصطناعي والانفوسفير، وهذه التقنيات كلها لا يمكن اليوم، نحن نتحدث عن التعليم عن بعد، التعليم لا يمكن للطالب اليوم ان لا يكون متمرسا عليه. ولكن سيدي الكريم، هذه الامور تحتاج ايضا الى عنايه، لانه في بعض الحالات نجد طلباتنا لا يتوفرون على أدنى هذه الوسائل. في بعض الجامعات لا يتوفرون على هذه الوسائل، نحن نعاني بعض الأحيان. أنا أدرس في الجامعة أجد أن الطلبة لا يتوفرون على كمبيوتر، وهذا هذه من أبجدية الأمور الأساسية. بالتالي يجب أن نكون طموحين طبعا في حال الإصلاح وبرؤية يعني مستقبلية طموحة، لكن يجب أن نعتبر أن نهتم بجانب الواقعي وببيئة الطلبة وبتوفير الشروط الأساسية لكي يندمجوا. صح. وهذه مسألة أعتقد بأن هذه المعادلة مهمة جدا.